سهرة مفتوحة، يقدمها طاهر أبو زيد. بيت فني، زوجان فنانان، هو مطرب ملحن وهي مطربة من هذا اللون الخفيف الجميل. هو مع النغم من سنوات طويلة، وبالذات مع النغم الشعبي والنغم الديني وألوان مختلفة من الألحان. وهي لمعت منذ سنوات قلائل بلون معين من الأغاني، هو الفنان سيد إسماعيل وهي الفنانة عايدة الشاعر. أهلا. مساء الخير يا فندم. أهلا يا سيستة. الحمد لله. الله يسلمك. أول مرة أزوركم في بيتكم الحقيقة، يعني إحنا مع العمدة من زمان، العمدة سيد إسماعيل. أيوة. وبعدين شفتك قبل ما تدخلي ميدان الفن، ثم شفتك بعد ما دخلتي ميدان الفن، وكان مفاجأة بالنسبة لي. فهل هذه المفاجأة كان مخبيها سيد إسماعيل من زمان ولا إيه؟ أبدا والله أنا ما خبتهاش. يعني أنا جوزت المدام عايدة الشاعر، وكانت أستاذة اللغة الفرنسية في معهد الباليه، وبعدين سمعتها من خلال تلفزيون جمهورية مصر العربية، وبعدين يعني قدمتها للإذاعة الأستاذ محمد حسن الشجاعي، ومشينا يعني مع بعض. أنت سمعتها في تلفزيون جمهورية مصر؟ أول ما سمعتها يعني تعرف بي، تعرف بصوتي أولا وبعدين تعرف. أيوة. مش مظبوط؟ ده فعلا سمع يعني صوتي وحبه أولا وبعدين شافني ثانية. يعني بدأ الحب عن طريق الصوت. من خلال التلفزيون. لا بس هو شافك في التلفزيون، فهو شافك صوتا وصورة فعلا. فتسحر على طول. بس انا بقى كنت بسمعه يعني من زمان، من قبل ما اغني يعني، برضو كنت اعجب بصوته حقيقة يعني، وكان له اغاني بالذات بحبها. اهمها ايه؟ كان في غنوة بحبها وما زلت بحبها اسمها يا قلب ارتاح وريحني ولو ليلة. يمكن برضو انت يمكن انت كنت بتحبها انت. اظن يعني كل الناس يحب يقولوا يا قلب ارتاح وريحني ولو ليلة. طب نحب نرتاح كده استاذ مع صوتك. اوي اوي تحب يعني قول تحب ارتاح. قلب ارتاح طبعا. قلبي ارتاح وريحني ولو ليلة، يا قلبي ارتاح وريحني ولو ليلة، شبابك راح ما فرحني ولا ليلة، يا قلبي ارتاح ارتاح يا قلبي يا قلبي. ده دعوة صريحة للقلب عشان يرتاح فعلا يعني. طب سؤال الحقيقة، ازاي القلب يرتاح؟ نسأل الأول ladies first. طب حاضر. القلب يرتاح لما النفوس كلها يعني بتكون مرتاحة، والتفاهم بيكون بين الطرفين، فكل حاجة بترتاح. القلب بيرتاح ازاي استاذ سيد اسماعيل؟ بيرتاح برضو زي ما قالت عايدة، واما بيكون في تفاهم طبعا، وكل الحياة ماشية طبيعية كويسة، فبيكون في راحة طبعا.
يا استاذ سيد اسماعيل عامل المبدا بلدك فين يا جحا اللي فيها مرات يا على طول قال انت قلتي فقال طبعا طب انا يعني اعرف ان الاستاذ سيد اسماعيل ريفي لكن انت شكلك ما انت ريفي والله شكلي باريسي انا برضو من منصورة يعني تعتبر من البلاد برضو يعني من شمال الدلتا طبعا انا مش انت من المنصورة نفسها من المنصورة بلد مشهورة بالجمال فعلا يعني وهو الاستاذ سيد منين انا من الشرقية جيران انتوا بقى جيران جنب يعني المديريتين جنب بعض ثم تجاورتوا في الحياة ثم حصل الزواج ثم جبت أجمل لحن ليكم وهي رندا دكتورة رندا والله دكتور رندا سنها كم سنة 9.5 نحب نسمع رندا تعالي تعالي يا رندا كلينا رندا أنت في مدرسة إيه بيبي هوم بيبي هوم لكن أنت ما أنتش بيبي ده أنت عروسة أمورة ما هي فيها بيبي لغاية عندهم 20 سنة البيبي هوم يعني لغاية ما تكبري بتدرسي إيه وإيه انجليزي وعربي وحساب وعلوم كله طب انت بتسمعي بابا وماما وهم بيغنوا كده مين بيعجبك اكتر الاثنين زي ما بتحبي لهم اغنيات ايه كل الاغاني بحبهم طب انا عاوزك بالنيابه عني تطلبي منهم اغنيه يغنوها دلوقتي تختاري انت ايه يا رندا أمر الليالي أمر الليالي لا يرد لها طلب لا مش ممكن هو يما حبيبي ده إيش معنى ده قلبي قال لي حبي ده إيش معنى ده هو يما حبيبي ده إيش معنى ده قلبي قال لي حبي ده ايش معنى ده قمر الليالي ولا غيره على بالي قمر الليالي ولا غيره على بالي واللي اختاره قلبي يما قمر الليالي الليالي هو يما حبيبي ده ايش معنى ده قلبي قال لي حبي ده ايش معنى ده هو يما حبيبي ده ايش معنى ده قلبي قال لي حبي ده ايش معنى ده قمر الليالي ولا غيره على بالي قمر الليالي ولا غيره على بالي واللي اختاره قلبي يما قمر الليالي الليالي مكتوب على قلبي وعلى ايامي وعلى دنياي نرسم انا وانت صورة حب الاحلى حكاية مكتوب على قلبي وعلى ايامي وعلى دنياي نرسم انا وانت صورة حب الاحلى حكاية ونجوم سألوني عليك يا عيوني يشوفوا هوايا ما اقدرش اخبي في كل كلام اسمك ويايا ونجوم سألوني عليك يا عيوني يشوفوا هوايا ما اقدرش اخبي في كل كلام اسمك ويايا قمر الليالي ولا غيره على بالي قمر الليالي ولا غيره على بالي واللي اختاروا قلبي يما قمر الليالي الليالي هو يما حبيبي ده ايش معنى ده قلبي قال لي حبي ده ايش معنى ده هو يما حبيبي ايش معنى ده قلبي قال لي حبي ده ايش معنى ده قمر الليالي ولا غيره على بالي قمر الليالي ولا غيره على بالي واللي اختاره قلبي يما قمر الليالي الليالي الله انا اشكرك يا رندا مش عاوز اقول ميرسي يا استاذ مش عاوز اقول لا رندا برضه يعني الحقيقه اختيارها رائع جدا بجد يعني والله
ومش عارف الصورة ايه المكتوب علينا، يبقى لينا صورة ايه وصورة حب ايه وكلام على القلب. كلام حلو، كلام الشاعر محمد حمد حمزة. ده تلحين تلحين سيد اسماعيل. الحين الأستاذ سيد إسماعيل. الله يخليك. حلو الحقيقة. الله يخليك. طب أستاذ سيد، نعم، قل لي إزاي أنت دخلت الفن، يعني من البداية؟ هنحكي ده كله، هو قصة طويلة قوي. لا باختصار طبعا، احنا نقعد يومين. هو باختصار، بعد يعني انتهاء دراستي الموسيقية في القاهرة، فابتديت أحترف الغناء، وبعدين احترفت الموسيقى التلحين بجانب الغناء، وكان هذا في سنة 1950، بعد ما انتهيت من دراستي الموسيقية في المعهد العالي للموسيقى العربية، يليه المعهد العالي للموسيقى المسرحية. هو ابتديت بالغناء الأول، وبعدين بعد سنة كده اعتنقت التلحين بجانب الغناء، وابتدينا نشتغل يعني. أول شغل اشتغلت به فين؟ يعني هل انت تأثرت، يعني اللي انا عاوز اعرفه، هل انت تأثرت بحياة القرية وانغام القرية والفولكلور والاغاني الشعبية بتاعت القرية والحاجات الدينية بتاعت القرية؟ احنا من غير القرية ما نسواش حاجة خالص. احنا نازحين الى العاصمة فعلا، ولكن دم القرية مش ممكن نقدر يعني نتنحى عنه ابدا. تفتكر ايه من الاغاني الشعبية في القرية وانت صغير؟ شوف يا استاذ طاهر، حسيتك الحاجات اللي انت بتسمعها دي كلها تيم عايشة معانا من الريف. يعني الغنوة اللي سيادتك سمعتها بتاعت أمر الليالي دي، صحيح بإفهات مدرن وكل حاجة، إنما التيمة نفسها من القرية نفسها. يعني خصوصا أمر الليالي ولا غيره على بالي، واللي اختاروا قلبي يما أمر الليالي أمر الليالي. دي يعني دي من الريف تمام، يعني تيمة موجودة. طب مدام عايدة، انت من مدرسة فرنساوي سمعت، يعني قلتي دلوقتي لا انا يعني اللي تعلمت الفرنساوي بس مدرسة مصرية، يعني مش مدرسة مصرية. يعني تعلمتي تعليمك فرنساوي؟ يعني تعليمي لغة فرنسية من صغر. يعني برضو بداية طريقك للفن؟ بداية طريقة كانت مع بداية التلفزيون عندنا في القاهرة. يعني اول ما بديت اغني كانت عاملين مسابقة الاصوات الجديدة، وتقدمت ليها ونجحت وطلعت الأولى. وأول لحن غنيته كان لأستاذنا الكبير العظيم موسيقار رياض الصنباطي، وبعدين غنيت بقى لكل الملحنين اللي موجودين عندنا. كان أول لحن ليكي للأستاذ رياض؟ ما هو ده اللي سيد سمعه وحب صوتي منه، هو ده. بس يعني الأستاذ رياض بيعمل ألحان من النوع الطرب اللي هو كان يعني عاطفي. ما انا اول ما بديت كنت بغني اغاني عاطفيه، مش اغاني اللي انا اشتهرت بيها. مش الاغاني الخفيفه يعني. يعني انا اشتهرت باغاني خفيفه وفولكلور. بس انا اول ما بديت احترافي يعني او هوايتي للفن كانت باغاني عاطفيه. هل ممكن نسمع حته؟ نسيت اقول لحضرتك ان برضو كان السبب في دخولي للفن كان المخرج الاستاذ محمد سالم. يعني اخترق فيه افندم بتاعت استاذ رياض. ممكن نقول حته افتكر برضو، هي بقى لها 10 سنين. بس يعني دايما الواحد اول حاجه غناها في حياته يعني زي اول شيء. بحب اسهر افكر فيك، افكر فيك لوحدي. بحب أسهر أفكر فيك، أفكر فيك لوحدي. أحب الليل عشان بالليل بحس بميل، أغمض وأفضل أحلم بيك، أغمض وأفضل أحلم بيك، أغمض وأفضل أحلم بيك، أغمض وأفضل أحلم بيك يا روح قلبي يا
ده حلو قوي قوي ها تحفه والله كويس ان انا فاكراها يعني بس لحن جميل صحيح والله. يعني والله يعني سرحان وبياخد الواحد فعلا يعني كانت كلمات استاذ عبد الوهاب محمد ليه ما بتقوليش يعني ما لحن حلو بالشكل ده هو حقيقه حلو بس يعني اهي الناس بقى حبتني في الالوان الخفيفه الفرايحي يعني خفيف. صعب ان انا يعني اقوم مثلا طالعه كده اقوم قايله غنوه عاطفيه جامده كده هيفاجئوا فبالتدريج ممكن نعملها يعني تدريج يعني بقول انا دلوقتي اغاني برضه شعبيه عاطفيه وبندرج شويه بشويه لغايه ما الناس تاخد ان في ممكن ادي يعني هو ساعات الواحد بيعمل حاجه مخالفه للونه على طول بتبقى مفاجاه يعني ظريفه يعني يعني شوف مثلا فرق دي بعديها اشتهرت بايوه وتشتقل فيعني نقله جامده قوي طب الحقيقه في الاغنيه بتاعت اغمض وايه واحلم بيك اغمض وافضل احلم بيك وافضل احلم بيك نفس المعنى مش عارف ليه الواحد في الحب عندنا او يعني في الحب في كتير في العالم لما الواحد يحب يسرح في اللي بيحبه يغمض لانه يعني ايه يعني حتى شوف في اغنيه ام كلثوم ثم اغمض عينيك حتى تراني بالظبط يعني عارف ازاي يعني هو يعني يغمض عينيه بحيث ان هو يكون ما ينشغلش عن اي حاجه يعني يسرح بيها في نظره بيتخيل بقى الحبيب قدامه يعني هو بيغني يعني يمكن صحيح يعني انما هي المفروض انه يكون سلطانها بحيث انها ما تخليش يسرح حتى ويفتح ويبقى بوداني وبكل حواسه المفروض سلطانها عليه مش كده انما برضه بنحب نغمض عن حاجات كتير فعلا وطبعا بعدها غنيت لكل الملحنين ولونت بقى في كل اغنيه والسيد عمل لي مجموعه كبيره واغاني راقصه لمنير مراد وبليغ حمدي وكل حاجه ده احنا هنسرح معاكم الليله دي سرحه ظريفه جدا ها طيب استاذ سيد اول لحن ليك كان ايه لي انا بصوت اول لحن شهرك يعني ويعني حسيت انه نجح جدا في حاجات كتير شهرتني الحقيقه كانت سبب في شهرتي كان فيه يعني قلب ارتاح وغرام الماضي وغرام الماضي وصحرا المهندس جاي غنوه ثانيه ام التوب لا وفي حاجه ثانيه برضو حلوه مش فاكراها بس كانت حلوه ناعمه كده تنجو كده كان لك تنجو ناعم كده حاجه ناعمه كده حلوه انا فاكره بس كان في حقك عليا كمان حقك عليا طب حقك عليا لا لا يمكن عايده اللي بتقول لا في حاجه ثانيه فينك يا جميل ايوه فينك يا جميل ايوه ماما سوا مامتك اللي افتكرت عادي عشان ننبسط طب نسمع فينك يا جميل كده حته منها فاكرها يمكن شو مع بعض برده انا فاكره حته فينك يا جميل يا جميل فينك فينك يا جميل يا جميل فينك وحشتنا عنيك وحياة عينك وحشتنا عنيك وحياة عينك فينك يا جميل فينك دي الأغنية المفضلة عند مامتك يعني لا يا الأغنية المفضلة عندها بشاير بتقول انها كانت بتحبها فعلا بشاير بتاعت بشاير للحبيب هلا بشاير دي غنوه دينيه عن يعني مولد الرسول طبعا سمعتها بشاير من الحبيب هلا تقول للموعودين يلا على المختار حبيب الله حبيب الله دي البشاير دي يعني طب ما نسمع البشاير دي واحنا بشاير من الحبيب هلا تقول للموعودين يا الله بشاير من الحبيب هلا تقول للموعودين يا الله على المختار حبيب الله حبيب الله ظريف ومدام عايده ايوه
نقف بقى عند الانقلاب اللي حصل ضجة والتي قاد لواءها الطشط. أيوة أستاذ الطشط هلكني الطشط من يوميها لغاية الوقت والله. إيه بقى نوع يعني إيه قصة هم كانوا ثلاث أغاني مع بعض عملوا ضجة مرة واحدة يعني لهم كيد العزال وتشت قلي وأهي لموني الثلاثة دول التلاتة. دول تلحين تلحين الموسيقار الراحل علي اسماعيل أصل هو الأستاذ علي اسماعيل حقيقة أستاذ عظيم مهندس الأغنية الخفيفة حقيقة بيملها إقاعته وأجواء هو الحشو يعني عارف يعني أنا هو ابن بلد فعلا علي اسماعيل كان يعني في اللون ده ناجح في اللون جدا ده ناجح فيه يعني وبعدين كان إيافة يعني في شوف يعني ألحانه في فرقة رضا طبعا. وبعدين هو الحقيقة ابتدى الألحان الخفيفة في وقت كان الناس ضد الألحان الخفيفة فكافح يعني طبعا. وبعدين أنا بحس إنه ألحانه زي مثلا إيه زي الكنافة اللي مليانة حشو عظيم جدا من اللوز دسمة رمضان يعني مش 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 حشو فول سوداني لا لا وزبيب بدأت قصة الطشت ازاي بقى يعني كان هو برضو بيسمع سمع صوتي وأعجب بيه برضو وشاف يعني حاجة عجبته فطلب مني ان بالصدفة يعني حاجات لفرقة رضا للموسم الجديد بتاع فرقة رضا وكانوا الثلاث أغاني دول طبعا ما كناش متوقعين لهم أي نجاح أو أي شهرة وكنت بسجلهم بصوتي عشان يرقصوا عليهم بس فطبعا سجلتهم وفرقة وجابتوا الطشت مين يعني ده هي الطشت دي بقى من مراته المؤلفة نبيلة أنجيل هي جابت لا هي تيمة في الفلور هي تيمة في الفلور هي من كفر الشيخ تقريبا من كفر الشيخ تيمة بيقول حاجة على الطشت في الأفراح وبتاع الطشت قال لي يا حلوة يلا قوم استحمى فهم خلوها بس هل هي كان يعني الناس بيقولوها في الفرح من أغاني الفرح يعني الأغاني القارية الأغاني الفلكلورية دي بتتقال في أي جو يعني في القرية في الأفراح وفي هم عادين ومش عارف بس يعني هي قاعدة بسلامتها لغاية ما الطشت نفسه ينطق ويقول لها قومي استحمي يعني مستنية ايه والله الحقيقة يعني الناس بيحبوا الأغاني دي ولغاية النهاردة بروح في أي فرح طبعا بساعات بيطلبوا مني ده هي في منتهى الجمال وكايدة العزال دي لغاية امبارح لسه مغنياها المطر بتاعت ايوة دي حلوة قوي برضه دي تيمة من الشرقية ايوه دي جايبها من الشرقيه ازاي يعني علي ومحمود رضا بيلفوا يجيبوا الحاجات دي يجيبوا الحاجات دي على كاسيت من اصوات الفلاحين انت بلدك ايه في الشرقيه انا فاوس من فاوس فاوس وعندكم ايه بقى عندنا كل حاجه عندنا وقطن كمان يعني لا يعني مثلا لما واحد ينده لواحد أيوة ولا حاجه يقول له ايوه انا جاي والله يقول له ايوه انا جاي الاثنين تاكيد فهي جت من هنا والله جت من هنا تاكيد ايوه وي ايوه يس ايوه طب نسمع ايه من دول نقول كيد العزال كيد العزال انا من يومي 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 يا بنت يا موت طريحة يا احلى من الموزة بريحة يا بنت يا موت طريحة يا احلى من الموزة بريحة عليك حتة تسريح وانا من يومي كيد العزال انا 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 من يومي يا حلوة انت يا سمارة يا كيدة جدعان الحارة يا حلوة انت يا سمارة يا كيدة جدعان الحارة بيبعتوا ألف إشارة وأنا من يومي كيدة العزال أنا من يومي كيدة
دلعوز أنا من يومي كي دلعوز أنا من يومي. حلوة وانت فعلا كايد العزال من يومك. لا والله لا والنبي كايد لا كايد العزال المصحف. طب بالمناسبة ايه حكاية العزال؟ اغاني مريانة العزول والعزال العازل والعزول ما ده معروف في الادب العربي القديم عاذلي طبعا طبعا. بس دلوقتي في العصر الحديث في عزول وبتاع في لا ده في اكتر من في اكتر من الجاهلية ده هم الجاهلية دلوقتي. ده الواحد ببقى ماشي يا بيه مش عارف راسه من رجليه. طيب أثيرت ضجة كبيرة حوالين هذه الأغاني يعني. كان أثر الضجة دي إيه عليك؟ أثرها كانت إن الأغاني اتشهرت أكتر وبعدين برضو سببت لنا شهرة أكتر. يعني كانت في صالحي وفي صالح الأغاني في نفس الوقت. والحقيقة طب أنت إيه رأيك أستاذ سيد في النقد اللي كان بيوجه لهذه الأغاني؟ والله أنا بعتبر أي نقد كان يوجه إلى هذه الأغاني كان برضو يعني بقصد الحقد مش لأن الأغاني مدام شعبية وخدت زيوع وأزيعت والناس اتبسطت منها فالعمل يبقى نجح. وبعدين هجموها بعد ما الناس حفظوها وخلاص. يعني خلاص اتحفظت وترددت وحبوها فهجموها. بس انت في اذاعه الشرق الاوسط كنت متنزلها قلي قلي يعني ايه يعني قليل. لا بدل كان منعوها في يوم من الايام شويه كانت تتمنعش قلي فانت فهم كانوا بينزلوها على طريقهم بدل ما يقولوا تش ما يقولوا قلي 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 فاكر لما هم يعني انت هو الحقيقه ايه انا يعني رحت اوروبا وشفت اغانيهم وكده فلقيت ان في كثير جدا من الاغاني الترفيهيه التي لا معنى لها اطلاقا وشويه جمل تضحك وكذا 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 وتعتمد على اللحن والواحد ايه الجمله والواحد يروق شويه ويستريح طبعا. اجمل حاجه لما كان مثلا واحد ناقد مثلا يعني كبير ولا حاجه هو بيحبها في نفس الوقت يعني كلهم نقاد كبار زي الأديب نجيب محفوظ وأستاذ أنيس منصور وجمال الملخ شوف كلهم أحبوها وبعدين كانوا بيعملوا نقد ليها في نفس الوقت وبعدين يقولوا طب نسمع بقى تشتقلي طب مهم بيزوموا يخلوا الناس يخلوا الناس يحبوها أكتر في الواقع يعني. أنتوا بتثوروا نقطة مهمة جدا لأنه يعني بنبص نلاقي الرجل الشرقي أو الإنسان الشرقي عايش بطريقتين طريقة جواه مقتنع بيها وطريقة للخارج قدام الناس للاستهلاك يتكلم بيها طبعاً. الغربي ما عندوش كده الغربي عنده اللي جوه زي اللي بره بالظبط عنده وضوح لانه لسه مش خايف من الناس طبعاً. وهكذا انما شفت بقى يعني ناس يبقوا يحبوا الأغنية وبعدين يكتبوا ضدها وهي بتسليهم وكذا هو بس العيب الوحيد انه لما الناس لقوها نجحت وخاصة في الوسط الغنائي المطربين والمطربات ابتدوا ناس كتير قوي ياخدوا هذا اللون فبقى يعني المشفقين على الفن الغنائي انه يبقى كل الاغاني واخدة هذا اللون عارفة احنا أخف. لما بناخد موجة كل الناس بيقلدوها ويطلعوا فيها على طول مرة واحدة هم يعني يخافوا فعلا من يعني بين الحين والحين كده. طب بس اقول لحضرتك حاجة ان الاغاني دي يعني يعني خدت فترة وانتهت ان ما كانش الواحد جدد كان وهو حتى هي عايده ما فيش شك انها ما استمرت ده واستمرت على هذا اللون يعني اللون ده انتهى تقريبا الوقت ده كان اثر عليه يعني مش ماشي زي تطورت. في الوقت اللي اتظهر فيه يعني هو كان ماشي لان صوت عايده جدير بانه قدير على الاداء يعني ممكن يؤدي كل حاجه طب يعني هي بقى بعد ما اتمنعت الاغنيه دي من الاذاعه فتره هي لسه ممنوعه ما افتكر اذاعيا يعني بتذاع كده العزال انا سمعتها كده العزال هو على اي حال حتى هذا المنع يا لموني بتذاع الطشت قال بالذات ما بتذاعش الطشت عشان كلمه الطشت بتذاع بالتلفزيون وفي الحفلات وفي الحفلات وكل حاجه يعني ده كان منعها كان من صالحها لأنها من صلاحها لأنها استنت شوية فالناس اشتاقوا ليها ده اتمنعت بعد ما الناس حفظوا كل كلمة فيها واتذاعت مليون مرة مش معقول
طيب. فطبعا بعدها يعني جددت في الالوان اللي انا قدمتها ونوعت بقى كذا حاجه يعني جددتي نتيجه الحمله والنقد وكده قلت بقى أبدا عشان مش جديد مش عشان الحمله عشان والنقد استمرار يعني عشان الاستمرار وعشان انا وعشان صوتي بيأدي وبعدين امكانيات صوتها طبعا مش بس اللون ده فانا لازم اغني كل الالوان يعني اغاني وطنيه يعني انت شفت ساتك غنوة رياض السنباطي بتقول يعني فيها صوت عريض وكل فعلا. حاجة وقادر على الأداء فممكن تغني الغنوة الشعبية اللي فيها مضمون يعني طب بعد كده اتنقلت من الثلاث أغاني دول إلى غنيت غالية مهر غالي وغنيت قبلك إيه صبية دول بتوع سيد وغنيت أحبك وفي غنوة لأستاذ مليك حمدي وأمر 14 14 دي لا يعني بتأديها بس كل حفلة بتقولها مشهورة قوي يعني بليغ حمدي من أحلى من طب من نسمع حتى كده نشوف لون بليغ احنا نغني اغنية بليغ انا هو انا طب تاني انا هو انا هو انا هو قمر 14 هو انا هو انا هو انا هو عمر 14 اهو السكر قدامك اهو وجمالي مش على حد او هوايا ملهوش حد وجمالي مش على حد او هوايا ملهوش حد عمري ما هتقابل حد عمري ما هتقابل حد بيحب الحب ده عمري ما هتقابل حد عمري ما هتقابل حد بيحب الحب ده انا 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 اهو انا اهو انا اهو انا اهو قمر 14 اهو انا اهو انا اهو انا اهو عمر 14 اهو السكر قدامك اهو وجمالي مش على حد او هوايا ملهوش حد وجمالي مش على حد او هوايا ملهوش حد عمري ما هتقابل حد عمري ما هتقابل حد بيحب الحب ده انا 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 اهو شريك شريك بقي العشرة معاك شريك 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 ونروح هنا وهناك شريك 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 بقي العشرة معاك شريك 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 ونروح هنا وهناك دي ايدي تبت على الخد وقعد بالثانية قعد واسأل في غيري حد بيحب الحب ده وعمري ما هتقابل حد عمري ما هتقابل حد بيحب الحب ده عمري ما هتقابل حد عمري ما هتقابل حد بيحب الحب ده انا 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 حركتها حلوه قوي الاغنيه هي بقى في طبعا في الاوركسترا بين اكتر وفيها ريتم جامد وكده هي دمها خفيف الاغنيه كمان على فكره
كلمات مين؟ كلمات برضو الشاعر محمد حمزة. أنا أغلب أغنية لمحمد حمزة معظمها يعني قليل إن غيره بيكتب. وده لون ظريف من الأغاني الخفيفة اللي انت بتقولي عليها اللي فيها برضو نوع من العاطفة. يعني على خفيف ظريفة يعني. على خفيف الناس بيحبوها وكلامها لطيف وبتاع وبعدين في عملت طبعا مجموعة أغاني اشتهرت في الأفراح أغاني العرايس والعرسان عملتها مخصوص واتشهرت بيها بقى حاليا أو في شربات الفرح وفي شفت العروسة وفي غالي ومهر غالي مجموعة أغاني فرح لا شفت العروسة شفت ده تلحين مين؟ تلحين سيد تقولي شفت العروسة زي بعض يلا شفت العروسة شفت القمر الله شفت العروسة شفت القمر الله شفت العريس أمال راجل زين الرجال شفت الليلة جميلة شفت العينة أصيلة شفت الليلة جميلة شفت العينة أصيلة شفت العروسة والعريس زي القمر الله الله العروسة شفت القمر الله شفت العروسة شفت القمر الله شفت العريس أمال راجل زين الرجال شفت الليلة جميلة شفت العيلة أصيلة شفت الليلة جميلة شفت العيلة أصيلة شفت العروسة والعريس زي القمر الله الله حد زغرت بس عايزين زغروتة زغروتة منك انت زغرتي كده معرفش والله صحيح؟ والله ما بس الاغنيه دي بتغري حتى المتجوزين انهم يتجوزوا تاني كده برضه ويصوروا عليه ويعملوا احتفال ويقولوا شفت العريس يقولوا الله وبتاع يمكن دي اللحظه الوحيده اللي الحقيقه دي كانت لها مناسبه سعيده قوي ان معموله في فرح بنت الرئيس انور السادات كنت معاملها مخصوصه يعني حقيقه عشان العروسه عملنا لها الفرح في اسكندريه دي اول مره اتقالت فيها يعني الاغنيه اول مره وكنت عاملاها مخصوص عشان نهى حلوه الاغنيه الحقيقه طب كنت عاوز اقول على حاجه يعني باعتبارك بتغني خفيف وكده وبتطلع على المسرح مش شايفه انه النهارده المغني ما بيقفش بقى يعني ام كلثوم الله يرحمها كانت بتقف وماسكه المنديل تحط عواطفها كلها في المنديل وفي منتهى الثبات وبعدين ابتدت المطرب او المطربه تتحرك شويه حتى المطرب دلوقتي بيتحرك احنا دلوقتي بنتحرك يعني قصدي يعني انا عاوز اقول انه ممكن الاغنيه تخرج اخراج على المسرح يعني في حركه المطرب او المطربه زائد رقصة من 2 3 4 زائد إضاءة زائد جو زائد حاجة ده بينفع في الأغاني الخفيفة أو يبقى لطيف يعني ولا إيه هو ده المفروض يتعمل بس برضو إحنا لسه ما زلنا أي حفلة أو من الحفلات اللي هي بتتنقل إذاعة وتلفزيون برضو بنقف قدام الميكروفون ورانا الفرقة عادي جدا يعني يعني خصوصا بالنسبة للتلفزيون المفروض إنه هو ده يجب الغناء الاستعراضي لازم ياخد شكل الحركة وشكل الإفيه في الريتم يعني أنا الوقت طبعا يعني مثلا بنشتغل في مسرح بالليل يوميا حاليا أنا ما بقدرش أقف قدام الميكروفون بمسك الميكروفون وبغني وبتحرك يعني يعني ضروري لأنه هو أغاني كلها إيقاعات متحركة لازم في كل مكان كده الواحد ما قدرش بالضبط طيب بالمناسبة ما أنت تقدر تفكري في لون جديد أن هو الأغنية العربية محتاجة باستمرار لألوان جديدة مثلا الأغنية الفكاهية يعني مثلا سيد مكاوي لحن الأفية وشمعنا ومش عارف ايه وطب خد عندك دي مش عارف ايه حموك في كنكة ما عارفش ايه يعني لو تعمل مثل هذا اللون الأغنية الفكاهية البحتة مش ضروري أفية لكن أغنية فكاهية اتنين بيعملوا حوار فكاهي ظريف بيعملوا كاتب دمه خفيف ويتقال ويتغنى ويبقى يعني لون خفيف أقرب إلى الفكاهة مش بس لون خفيف ايه رأيك في هذا اللون انا ما احبش اغني كده حقيقة يعني اقرب الى الفكاهة ما اقدرش يعني اغني الوان خفيفة بس فيها احساس وعاطفة يعني فيها كلمة ما احساس ده ما يعتبرش يعني لون شعب يعتبر لون يعني مسرحي لا يعني بقى اغاني حرفية
يعني اللي عمله سيد مكاوي مش ما يعتبرش. هو ما بيقولش يعني اللي عمله سيد مكاوي, بيقول عاده يعني يعني مثلا افرض يعني انه في اغنيه ما يعني انا اسمي سيد وانا اسمي عايده مثلا, انا اصلي عمده ما طبعا وانا وانا موجود في مش عارف ايه يعني عارفه ازاي يعني موجود مع سيد الملاح واحمد ما هم بيعملوه مش نغم المونولوجيست لا انا برضو الاغنيه الخفيفه المرحه الظريفه ده ممكن يبقى لون جميل جدا 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 ومسرحنا محتاجه ويوافق العصر وظريف يعني. يبقى عايزين بقى مؤلف يعمل حاجه كويسه يعني عاوز مؤلف يعمل حاجه تاليف حاجه زي حضرتك لا يعني مش قصدي يبقى مش اقرب للفكاهه يعني لا لا هو يعني خفيفة ومرح مرح مرحة وتخليني أضحك وأفرفش وكذا ومعنيها كذا يعني فكر. طب إيه رأيك في اللي بيغنوا خفيف زي خفوا مين قوي زي مين يعني مثلا قولي لي أنت مين بيغني يعني خفيف زي يعني حاجات مثلا زي اللي انا بقولها ايه الفرق بين لونك ولون ليلى نظمي؟ انا ما فيش حد بيغني الحاجات اللي انا بغنيها يعني, انا الاغاني بتاعتي فريده من نوعها في السوق يعني او في الحفلات او في الاذاعه والتلفزيون, لوني معروف يعني لون خفيف وشعبي وفيه احساس وعاطفه وفي طرب في نفس الوقت, ما هوش مجرد الفولكلور على طول. لا ليلى نظمي بتغني في الكلور وما زالت بتغني في الكلور من يوم ما ظهرت الى الان يعني ما غنتش الوان عاطفيه اطلاقا. انا غنيت في الكلور بمحض الصدفه يعني جاء عن طريق الصدفه وكان ميجي وفي صالحي برضه. طيب بعد ما شادية تخلت عن الاغاني الخفيفه يعني اصبحت انت اللي بتؤدي هذه الالوان دلوقتي. ألوان شادية كانت ممتازة طبعا يعني هي تخلت عن هذا اللون الخفيف ودخلت في اللون العاطفي قوي القوي إنما لون البنت الصغيرة الستاشر وحاجات من دي والناس بيحبوه طبعا واحدة مين ومش عارف ايه والحاجات لغاية دلوقتي طبعا والأغاني الراقصة برضو اللي هي لها رتم زي أغاني منير مراد برضو حلوة يعني غنيتها وكان لها أغاني راقصة يعني الناس يرقصوا عليها يعني أغاني بتبقى على أرتم جيرك طبعا ده لون ظريف أو مطلوب يعني. هو الحقيقة الأغاني الراقصة إحنا سايبين الجيل الجديد, الجيل الجديد بيرقص وإحنا سايبينه كده لقمة سائغة في إيدين الأغاني الغربية. مفيش حد بيحاول فعلا إنه يديله ما يشبعه من الأغنيات بالعربي يرقص عليها مادام هو بيرقص بيرقص مش كده ولا إيه؟ طبعا في حاجة عملتها أحبك اسمها أحبك بتاعت أستاذ منير مراد كلمات عبد الرحيم منصور دي على نغمة الجرك بيسمعه بيرقص عليها على طول. أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أنا أحبك أنا أحبك أنا أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك بكل أمان بقلب حنان بكل أمان بقلب حنان بنظرة عيني وموالي بقولها كتير يقولها طير بقولها كتير يقولها طير وتبقى غنوة يا غالي وتبقى غنوة يا غالي أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك هقولها كمان في كل مكان هقولها كمان في كل مكان وفرح بيها أحبابي أغزلها عود حكايات ورود أغزلها عود حكايات ورود وهديها لناسي وأصحابي وهديها لناسي وأصحابي أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك هايلة ظريفة جدا جدا. طب شوفوا بقى أنا هنقلكم من الجرك نقلة بعيدة قوي هنتنقل من الجرك ونرجع للقرية ونسمع موال ريفي من أستاذ سيد إسماعيل طبعا حاجة يعني شوفي النقلة من من الجر نسمع الأول من فاري الفقوش رئيس كده ندخل بشوية تقسيم كده هوت حلوة وليالي ونعوش بالجو الشرقي كده
لما يعشى بيعشى برضو من توب، والحب بالحب مش بتبلى، والخلخان الحب شيء بالنظر مش بالكلام انقال، الحب بالحب مش بتبلى والخلخان، والحب شيء بالنظر مش بالكلام ينقال. محبكم داب وانتو لم دريتوا، فإن رماه الهوى ما حلتوا. انما اقول لي يا ابو سيدي عمده. الراجل ده محب وبيقول لهم محبكم داب وانتم لم دريتوا، فقير رماه الهوى ما حلت غير توبه. يعني هو نوع من التشبيه ونوع من الايه الخضوع الى بس تصور بقى ما حلتوش غير توبه. ما حلت يعني توريه يعني تشبيه يعني بس ايه يعني. انا كنت اتمنى بقى انه بعد كده زي بعده احنا بنقبله على كده ما حلتوش غير توبه، لكن راجل اصيل ودمه خفيف. بس برضو لما بيحب من توبه يعني هيقع على واحده من هذا الجو. يعني مش يدور له على حاجه بقى يعني كده يدور بقى، وبرضو مصمم. بس والله فيه الموال فيه اثاره، لانه بيرجع يقول الحب مش بالنظر، يعني مسائل مش بالمظهر فعلا، من القلب مش بالكلام من جوه. نعم قول لي عمده. نعم. اولا بيسموك عمده ليه؟ والله يعني عشان انا ريفي برضو، رجل نازح من الريف ويعني نازح الى المدينه لطلب العلم. فبرضو لسه لغايه الوقت يعني نازح طبعا يعني المدينه لم تلوث ولن تلوث. شو بيتكلم بالنازح صحيح يعني والله لسه ريفي بنقاء تمام ده. وهي كمان المدينه يعني بسم الله ما شاء الله يعني تاتش وود، امسك الخشب زاخره. لا 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 ما عملتش فيك حاجه. انا من يوم ما شفتك سنه 50 وانت زي ما انت كده. الحمد لله من فضل القرة. ناحيه ايه؟ لا يعني شكله لم يتغير يعني. طبعا ما انتوا دخلتوا الاذاعه وانا استاذ برضه في الاذاعه. انتوا دخلتوا دفعتكم كلها كنت انا في ما احنا تعرفنا مع بعض. طب دخلنا مع بعض يعني. دفعتكم احسن دفعه كانت تقريبا في الاذاعه لغايه الوقت. الله يخليكم ويبارك فيك. كنت استاذ بعمه؟ استاذ علم. ايه رايك؟
طيب نرجع بقى من المواويل نرجع لجونا. في بقى الحاجات اللي قلنا لحضرتك عليها بتاعت الحاجات العربية، عملت يا معوض من صبر يا رب وين الحبيب. حاجات عربية يعني فولكلور سعودي، وعملنا بالكلام مصري. عملنا هي تيمة لما هو لحن سعودي تيمة من الجزيرة العربية، وانا عملت اوركسترا. طب من نسمع حتى منه يعني لون الحي. يا معوض من صبر يا ربي وين الحبيب، يلا عوض من صبر قلبي متشوق غريب. يا معوض من صبر يا ربي وين الحبيب، يلا عوض من صبر قلبي متشوق غريب. فين يا حبيبي من زمان ياللي في قلبي لك مكان، فين يا حبيبي من زمان ياللي في قلبي لك مكان. يا معوض من صبر يا حبيبي، يا معوض من صبر يا ربي وين الحبيب، يلا عوض من صبر قلبي متشوق غريب. فين يا حبيبي من زمان ياللي في قلبي لك مكان، فين يا حبيبي من زمان ياللي في قلبي لك مكان. يا معوض من صبر امتى ترجع من السفر، ده البعد والله صايب غايب وياك القمر، اسمع يا عيني ونصيب. امتى ترجع من السفر، ده البعد والله صايب غايب وياك القمر، اسمع يا عيني ونصيب. فين يا حبيبي من زمان ياللي في قلبي لك مكان، فين يا حبيبي من زمان ياللي في قلبي لك مكان. يا معوض من صبر يا حبيبي. ظريفة والله الحقيقة. أجزاء منها يعني. وفي الحقيقة فكرة لطيفة قوي، والأستاذ سيد بيلف كتير في البلاد العربية وكده، إنه يعمل تشكيلة يعني ياخد ألحان برضو من البلاد العربية المختلفة، من الخليج، من ألحان الغوص وغيره وغيره، وتعمل عليها أغاني. أنا رحت الكويت وغنيت أغاني كويتية، وغنيت هو في الكلور السعودي، وغنيت في الكلور الليبي، يعني هو برضو بنرضي كل الأذواق برضو اللي بيجوا ضيوف عندنا، فبينبسطوا بيسمعونا من الحاجات. شيء جميل حقيقة. طب أستاذ سيد، أنت أيضا اشتهرت بألحان مسرحية، وقفت على المسرح وغنيت وكده، تفتكر أكتر يعني ألحانك المسرحية نجاحا كان إيه؟ هو أنا فعلا يعني اشتغلت في المسرح وغنيت في السينما قبل الإذاعة، لأن أنا ابتديت اشتغلت في ليلة من ألف ليلة، واشتغلت في اليوم خمر وغدا أمر بتاعت إبراهيم تيمور. واشتغلت مهمة دي أصلها موضوع هام جدا في الشعر العربي، أمر القيس، وكان دايما يذكر وبتاع، وبعدين وصلوا نبأ مسرع أبوه أو وفاته فقال اليوم خمر وغدا خلاص. طبعا وغنيت طبعا في اشتغلت حمدان وبهانا بطولة تمثيل وغناء في التلفزيون العربي طبعا، عدنا 6 أشهر والباروكة والعشرة الطيبة وكل الحاجات دي المسرح. أنا يعني يعني لأن أصلا أنا صوتي مقومات صوتي هي تقريبا يعني صالحة للمسرح. طب ما تسمعنا حاجة كده، ادينا لحن مسرحي أو ادينا حاجة ونسمع منك حاجة برضو من سيد درويش، يعني حاجة من حمدان وبهانا وبعدين حاجة من سيد درويش. مش عارف أنا يعني مش فاكر بيه في حمدان طبعا بتاع، بس فيه أسمعك توشيح. طيب جميل معك. Thank you.
وطوف بالكؤوس أمان 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 أشعل بالخمر نبراس النفوس أمان 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 طارب الليل وغنى في الربا طارب الليل وغنى نسيمات الصباح أمان 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 الله حاجات من الحاجات اللي كنا بنعملها في المسرح برضو على رقصات وحاجات مدام عايدة تبقى أيوة. آخر حاجة عندك إيه بقى؟ آخر إنتاج ليا ولسه الناس ما سمعتوش غنوة عملها لي سيد اسمها راح أتوب إزاي عيني راح أتوب ولما توب أصهر لمين لما توب كلمات برضو محمد حمزة وغنوة تانية لمنير مراد نسمع كده جزء مني وجزء مني قالوا الهوى دواب لكن ما حدش تاب انا قلت مر الهوى سكر على الاحباب قالوا الهوى دواب لكن ما حدش تاب انا قلت مر الهوى سكر على الاحباب راحتو بالزي عيني راحتو ولما توب اسهر اليمين لما توب او راحتو بالزي عيني راحتو او لما توب اسهر اليمين لما توب او راحتو بالزي عيني راحتو او لما توب اسهر اليمين لما توب ده العشقة حلوة على قلوبنا ولا نستغناش عن حبايبنا وندبنا اهون علينا ولا يوم ينقال اننا تبنا وراح اتوب ازاي عيني راح اتوب او لما توب اسهر ليلي لما توب او راح اتوب ازاي عيني راح اتوب أو لما توب أسهر اليمين لما توب الله حلوة حلوة جميلة صحيح وغنوة تانية لمنير مراد اسمها قال لي بكرة يا حبيبة ينتهي بنا البعد قال لي بكرة قال لي بكرة يا حبيبة ينتهي بينا البعد قلت امتى يا حبيبي مرة توفي بالمعاد قال لي بكرة يا حبيبة ينتهي بينا البعد قلت امتى يا حبيبي مرة توفي بالمال ياللي رموشك بتوديني على بر الفرحة ترسيني بستنى تاخدني وتجيني بكرة بكرة بس امتى بس امتى هيجي بكرة اللي بكرة يا حبيبة ينتهي بينا البعد قلت امتى يا حبيبي مرة توفي بالمعاد ياللي رموشك بتوديني على بر الفرحة ترسيني بستنى تاخدني وتجيني بكرة بكرة بس امتى بس امتى يجي بكرة احنا
مش عاوزين يجي عشان نقعد معاكم اكتر. الله يخليك استاذ، احنا سعداء والله بتشريفك. ميرسي جدا جدا. انا عاوز منكم حاجه صغيره خالص دلوقتي. أيوه؟ هي تجربه كده جت في راسي قوي يعني. ممكن تلحنوا كده ارتجالا وتقولوا حاجه، ها كلام نسر يعني، يعني افرض رندا معانا اللي هي اجمل الحانكم، هتقول لها يا عايده رندا تعشت تعشتي ايه، فتقول لك ايوه تعشت، تقول لها تعشتي ايه، فتقول لك كذا وكذا. ورندا تدخل معانا؟ لا انت هترد عليه بالغنى. بالغنى يعني اي كلام. رندا تعشت لعايده، رندا تعشت، كانه اوبريت. واحنا هنسجل، يلا احسن شريط يخلص. رندا تعشت يا عايده، ايوه تعشت يا سيد، تعشت يا عايده، ايوه تعشت يا سيد، تعشت ايه؟ تعشت والقاس بس بالخضره وبتلو الحقيقه والله تعشت والقاس والخضره كفايه ولا ايه؟ والله احنا متشكرين قوي قوي الحقيقه، واسعدتونا الليله دي. متشكرين قوي يا استاذ سيد اسماعيل، واحنا مش عايزين نسيبك يا عايده. ميرسي قوي، متشكرين قوي يا رندا. أيها السادة، شكرا، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم. سهرًا.